داروا البحث كلشي داكشي ديال الفلوس اللي خرجت شتها، الفلوس اللي خرجت شتهم اللي خرجوا ونعني وقفوا معايا قالوا لي حنا غادي نوقفوا معاك لين تشد رزقك، قالوا لي في هاد 3 ايام ان شاء الله غادي تاخذ فلوسك، يومين ولا 3 ايام انا غادي تخلص. والمسؤولين ديال البنكه كنطلبهم الا غلطنا في شي حاجه ولا سميتو يسمحوا لي ونطلبهم يغرموا لي ديالي، هادشي اللي كنطلبهم انا، كنطلب غير ديالي. السلام عليكم، شي حاجه من غيرها ما كنطلبها. اي موظف ما غادي ندهمو، انا كان انا تبع سميتو الشركه تبع البنكه، انا الفلوس ديالي حطيتهم في البنكه خص البنكه تعطيني المسائل ديالي. ايوا هادشي جبد المعلومات راه التخربيط داكشي راه حاجه باينه، داكشي من لاجنسات هما اللي دايرين التخربيط، راه المخزن راه غادي يدير الاجراءات ديالو، واللي دار شي حاجه راه غادي يتعاقب. في الرحمات اللي قلت لكم مشات لي 17 مليون من البنكه، وكنطلب المسؤولين يعوضوا لي ديالي. واليوم الحمد لله مشينا البارح عند شياج ديالهم، وقفنا معاهم وكانوا معايا وكنتو معايا، وقفتوا معايا الله يسهل عليكم حتى نتوما. وملي شافوني وشافوا معايا الصحفيين وداك الشيء، وراه مشاو بلغوا سميتو بلغوا الشرطه العلميه، راه عيطوا لي اليوم، مشيت عندهم استقبلوني الله يسهل عليهم حتى هما. كندير لهم تحيه من هذا المنبر، الله يجعل سيدي ربي يسهل عليهم، راه وقفوا معايا ونضمنوا معايا، قالوا لي غنضمنوا معاك حتى تشد المسائل ديالك ترجعوا لك فلوسك. شنو داروا البحث كلشي داكشي ديال الفلوس اللي خرجت شتها، الفلوس اللي خرجت شتهم اللي خرجوا ونعني وقفوا معايا، قالوا لي حنا غادي نوقفوا معاك لين تشد رزقك، قالوا لي في هاد 3 ايام ان شاء الله غادي تاخذ فلوسك، يومين ولا 3 ايام انا غادي تخلص. وداك الشيء من الكاميرات ديال الشركه هي اللي قضات داك الشيء وعطاتهم الكاميرا، مشاو هما شافوا داك الشيء كلشي. المخزن راه دار الاجراءات ديالو، راه خدام الله يسهل عليهم. والمسؤولين ديال البنكه كنطلبهم الا غلطنا في شي حاجه ولا سميتو يسمحوا لي ونطلبهم يغرموا لي ديالي، هادشي اللي كنطلبهم انا، كنطلب غير ديالي. السلام عليكم، شي حاجه من غيرها ما كنطلبها، وراوها لي ولكن ما كنعرفو. عندو كوتو كوبي ديال لاكارت ديالي انا، ولكن الدفتر منين جا والكود منين جا، المهم داك الشيء راه فيها الروينه. هذاك راجل كبير، هذا كبير عليا، اللحيه ديالو كلشي بايضه كلشي، والله اعلم داكشي ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. هما نيت قالوا لي ياك ما شكيتي في شي واحد ولا شي حاجه، قلت انا ما شكيت حتى في شي واحد. اي موظف ما غادي نتهمو، انا تبع سميتو الشركه تبع البنكه، انا الفلوس ديالي حطيتهم في البنكه خص البنكه تعطيني المسائل ديالي، صافي هادشي اللي بغيت. ما بغيت شي حاجه من ديالي من فوق ديالي، بغيت الا ديالي بوحدي صافي. وكنهدي التحيه للمغاربه جامعا داخل المغرب وخارج المغرب، وراه مضمنين معايا، راه كيتصلوا بيا من برا، كيتصلوا بيا من فرنسا، ويتصلوا بيا من الخارج، الله يسهل عليهم. واتصلوا بيا من طنجة، من العيون، من اكلمين، من سميتو من اكادير، تارودان، راه التليفون كاع والله الا البارح ما نعس من التليفون، كتصوني الليل كامل كل واحد يعني مضمنين معايا، قالوا لي حتى الفلوس الا خصتكم سيفتهم لي. تمام المغاربة زعما مضامنين معايا كلهم، الله يجعل ربي يسهل عليهم، الله يدخل هاد العواشر بالصحة والسلامة. كنسلم على المغاربة كاملين من طنجة إلى الكويرة، وكان هدي التحيات للدراري ولادي تا هما ما يتخلقوا ما والو، راه ربي اللي مكتب علينا هاد الشيء، وسيدي ربي راه غادي يفوج علينا الحمد لله، راه غادي في أقرب الوقت إن شاء الله راه غادي ناخذ المسائل ديالي. الحالة ديال الدراري مسكين تخلقوا بزاف، وجات القضية في رمضان، قضية في رمضان مساكن النهار الأول طلعت أنا في الفيديو كاع ما فطروا الدراري وداك الشيء، تخلقوا وداك الشيء كيبكيو، ما شافوني أنا كنبكي طلع لي الدم وداك الشيء. ولكني سيدي ربي راه غادي يفاجئ علينا الحمد لله، ملي دخل الفرقة الوطنية الشرطة العلمية راه اليوم دخلوا وقالوا لي راه غادي تاخذ فلوسك في هاد يومين، عيطوا للبنكة وقالوا لي هاد السيد غرم لي فلوس. السلام عليكم، رجعت فيها الروح حتى البنكة اتصلت بهم، نيت اتصلت بهم واحد الدرية قالت لي يا ودي
السيد يفرح الرحمن راه غادي نغرموا ليه المسائل ديالو، راه غادي نغرموا ليه المسائل، وهما ذاك السيد اللي دار الجريمه نصب عليهم ونصب علينا، راه هما غيتبعوا، هما نهار يشدوا المخزن راه غادي يغرموا كل شيء. المخزن غادي يشدوا، غادي يشدوا شحال يقدر يهرب؟ واش قد تهرب للشمس؟ يا راه ما يهرب، يتشد يتشد، تقول الوراق ما عمرو تحيدو من الجيب، ما كنفرش فيهم كاع الوراق، ما كانت قلت لك حتى في البلاد ديما الوراق معايا، ما كنتفرقش معاهم. ايوا هادشي تجبد المعلومات، راه التخربيط داكشي راه حاجة باينة، داكشي من لاجانسات هما اللي دايرين التخربيط، راه المخزن راه غادي يدير الإجراءات ديالو، واللي دار شي حاجة راه غادي يتعاقب، اللي دار شي حاجة قد البرا راه غادي يتعاقب. المخزن راه ماشي الدرية، ويد المخزن الحمد لله طويلة، واللي دار شي حاجة راه غادي يتقبض، غادي يتقبض، شحال يقد يهرب، راه غادي يصوب لاكارت، غاي مرتي يبغي يمشي للسبيطار، ضروري غادي يتقبض، غادي يتقبض. غايقبضوه النهار يقبضوه، راه كلشي هادشي اللي دار العباد الله راه غادي يخلصوا، اللي دار البنكة ودارها لي انا ودار داك السيد اخر راه غادي يخلصوا الله ان شاء الله. انا ما غاديش نسمح ليا في الدنيا ولا في الاخره، واخا ناخذ كاع فلوسي راه ما انا مسامح ليه، حنت عذب انا وعذب البنكة، حتى البنكة راه عذبها بالحقيقة، حتى الدراري اللي نصب عليهم راه ما غادي يبغيو، هذاك الدري حتى هو اللي عطى ذاك المبلغ راه غادي يبقى فيه الحال، ما غاديش يرضى، هو ما غادي يرضى، ولكن هذا مكتوب علينا الله، اش غادي نقولوا، وغادي يرجع ان شاء الله، غادي يرجع ان شاء الله. المخزن ملي يقول لك الحاجه ديالك غترجع ليك، المخزن راه ما معلل الحمد لله. اليوم استقبلوني استقبال حار الحقيقه، قال وضمنوا معايا، قالوا لي صافي المسائل ديالك غترجع ليك، لا اللي في الباب لا ديال الداخل لا كل شيء، قالوا لي كون على يقين المسائل ديالك راه واحد يوم غادي تاخذ صافي ان شاء الله. الله يسهل عليهم كل شيء، المغاربه راه كنقدم لهم التحيه، الله يجعل سيدي ربي يسهل عليهم جميعا. المغاربه راه كلشي مضمنين معايا، الرجال والعيالات كلشي، لا الرجال لا النساء مضمنين معايا، وكيعيطوا عليا في التليفون، التليفون راه ما كتسكتش، شتي بالليل ملي يفطروا الناس دروك راه ما كتسكتش التليفون، الليل كامل حتى الصباح. عندي دابا واحد السيد خلى لي التليفون ديالو كنحيد ليه الباتري، الوقت ما خوات هادي كندير الباتري ديالو وندير هاديك ثاني في الشهر، حيت كيعيطوا عليا الناس بزاف، البارح حتى الفجر باقي الناس كيعيطوا، كل واحد منين عيط، لا اللي عارفني لا اللي ما عارفني. كيقولوا لي اش وصلتي الدعوه ديالك، الا وصلتي على اللي في الاخر خاصك الفلوس نصيفتهم لي، والله العظيم الا قالوا لي الحاجه اللي خاصتهم نصيفتهم لي. الناس معايا وكلشي مضمنين معايا، وجيت الصباح فاش جيت انا عند الولايات الفرقه الوطنيه، جيت الصباح عارف الطريق، وكيدوز واحد في الطوموبيل ولا يدوز في الموتور كيوقف كيجي يهضر معايا، واش انت اللي وقع لك المشكل؟ كنقول ليه انا، يبقى يدعي معايا اللي داز كيدعي معايا، الله يجعل ربي يسهل عليهم جميعا. شي اللي غنقول لهم، وترجع ليا فلوسي ان شاء الله، غادي ندير ثاني شي فيديوهات اخرين، غنوصي الناس كل واحد يدير التانسيو، ونوصي صحاب البنك حتى هما اللي جاب لهم شي ورقه يراقبوها، واللي جاب شي حاجه ديال التزوير ما يجريو عليه، يعيطوا للمخزن يقبضوا في اقرب الوقت. هذا اللي غادي نقول لهم، حنت واحد مسكين خدام ويتكرفص ويجي واحد ينصب عليه، هذه راه ماشي حق. الحمد لله الحمد لله، المخزن راه وفر لنا كل شيء، كل واحد عنده لاكارت ديالو فيه تصويرته، كل واحد عنده مسائل ديالو، راه ما يعني ما كاين شي واحد فين يتحرك، راه 2022 هذا، راه شي واحد اي واحد دابا كنقول لي انا تسوقت من البنكه كيقول لي داك الشيء عاد تنصب، ما تقولها لشي واحد، راه ما يتمكنش، راه كل شيء كاين الكاميرات وكاين المسائل وكاين، ولكن هذا ما عاد الله، الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق. هي الرساله اللي كان كيشوفني كنقول ليه الله ينزل عليه النعله من هذا المنبر، وكنقول المغاربه كاملين من طنجة إلى الكويرة، داخل المغرب وخارج المغرب، كنقول ليه يدعيوا معاه ياخذ فيه سيدي ربي الحق، جميع العلماء اللي حاملين القرآن كنقول لهم يدعيوا معاه ياخذ فيه سيدي ربي الحق، هذا الشيء اللي غنقول لهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.